السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مشاهدينا ومشاهدينا الاعزاء احبائي ومتابعيني. طبعا اليوم يا اخوان مفاجأة كبيرة معنا الان في منطقة جميلة ورائعة. تعرفوا مين معي؟ تعرفوا مين معي؟ لف الكاميرا، هات لف الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله مساءكم، اسعد الله كل اوقاتكم بكل خير. متابعين قناة مغامرات ابو شاهم، متابعين ابو شاهم المحترم خبيرنا وحبيبنا، كل الاحترام. معكم اخوكم ابو علي احمد العلي المغامر، احمد العلي من قناة خفايا العالم الاخر. تابعوا لنا احمد العلي، اسم القناة يا اخوان خفايا العالم الاخر. رجاء من كل متابعيني الذهاب، راح تلقى رابط القناة في الوصف ان شاء الله. يا اخوان مين معنا كمان اليوم؟ ابو محمد. ابو محمد الغالي، طلع هون حبيب ابو شاهم، خليكم معي. معانا يا اخوان ابو محمد الغالي، ابو شهم على راسي، المغامر ايهاب الحراني. طبعا يا اخوان من اقدم القنوات الموجوده على اليوتيوب، من اقدم المحللين ومن اصدق المحللين على اليوتيوب. الله يسلمك، كل الاحترام والتقدير، وشرفت فينا يا اخوان. ابو محمد شرفت في اربد عروس الشمال، الله كل الاحترام والتقدير لك يا اخي. احنا اليوم معك ابو شهم، تمام. واليوم ابو شاهم موعدنا يا اخواني، ورجينا شويه شغلات حلوه مرتبه من النوع القوي، تمام. وفيديوهات ابو شاهم على فكره انا بتفرج عليها واشوف والله عنده اشارات قويه، يعني عنده اشارات انا ما بلاقيها، ما بعرف كيف هو بلاقيها. اليوم راح نشوف كيف بده يلاقيها ان شاء الله. بنلاقيها ان شاء الله. كل الاحترام مع يا اخوان، واللايكات لا تنسوا اللايكات انا عند ابو شاهم عشان نرفع القناه. متابعيني متابعيني، ممكن في متابعين يا اخوان متابعين ما بيعرفوا القناه الاخ، مع انه قناته كبيره وضخمه، لكن ممكن يا رجاء الذهاب الى اليوتيوب والبحث عن المغامر ايهاب الحوراني. من لطفك من لطفك، كل الاحترام والتقدير، ولا تنسوا لنا اللايكات والاعجابات والاشتراكات يا اخوان. اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، فعل الجرس، شوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه ان شاء الله. طبعا يا اخوان اليوم احنا في منطقه جميله ورائعه. تعال شاركني يا اخوان. اخوان هذا احمد العلي اخوان اللي بيحبني، تمام. المتابعين بتمنى من كل المتابعين، متابعين ابو شاهم حبايب القلب، يشتركوا في قناتي قناه خفايا العالم الاخر للمغامرات. طبعا انا اخصائي جن ومغامرات، مغامرات بالليل يا اخوان، ملاش في الاشارات، انا ليس خبير ولا في الاشارات ولا في القصص، ولكن صحبتنا والقنوات اليوتيوب بتلم برضه، والمعرفه الحلوه. جينا من عمان اليوم ضيوف لعند اخونا ابو شهم، كل الاحترام والتقدير. اليوم راح اتعرف على اشارات حلوه كالعاده، يعني لانه كل اشارات ابو شهم خطيره جدا صراحه. كل الاحترام والتقدير زي لك، زي ما تفضل اخونا ايهاب الحراني، كل الاحترام والتقدير. ما فيش اشارات، يعني الاشارات بجيبها ابو شهم مش موجوده عندنا في عمان صراحه، وما بنلاقيها، وبالصعوبه انه احنا نحصل عليها. اليوم راح اتعرف على اشاره جديده في كنيسه حديثه زي ما قالوا، وان شاء الله راح نطلع معلومات شيقه معاكم. كل الحب والاحترام للجميع. كل الاحترام يا ابو علي. طبعا يا اخوان اليوم بدنا نورجيكم كنيسه بالعصر البيزنطي الحديث، بعصر البيزنطي الحديث. يا اخوان انظروا الى كميه الحجاره المقطعه، كميه حجاره يا اخوان موجوده في المنطقه جميله ورائعه. يعني احنا بدنا نشرح لكم كيف كانوا زمان، تمام، يقطعوا الحجارة اخوان. حتى في هناك اخوان شايفين، في هنا زي الغرفة، شايفين يا اخوان في هون زي الغرفة. يا حبايبي تعالوا ورجيهم هنا اخونا، شوفوا يا اخوان كيف الدقة يا اخوان، شوفوا كيف النحت، شوفوا يعني كل منطقة يا اخوان هنا فيها سر، كل منطقة كل حجر فيه سر، وكل حجر عليه اشارة. تعال اخونا المنطقة. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين مدينة تحت الارض، عالم ثاني تحت الارض. هناك كمان كل ما يا اخوان كل ما حفروا لقدام، كل ما وسعوا لقدام، كل ما اكتشفوا اسرار تحت الارض. دائما احنا بنحكي لكم اخوان في الفيديوهات، الارض يا اخوان تحتيها في عالم اخر، عالم ثاني موجود تحت الارض، عالم ثاني. يعني احنا فوق الارض وفي تحت كمان حضارات اندفنت تحت التربه يا اخوان. هاي كانت تربه عباره عن تربه، تمام، مزروع فوقيها شجر مثل هذه التربه، لكن يوجد تحتيها اسرار وعالم مش موجود على وجه الارض. راح نوجيهم هنا اشاره صليب مرعبه وخطيره. تعال شوف يا ابو علي اشاره الصليب
طبعا يا اخوان في ناس هنا مكسوره هاي كسرينها يا حرام يا الله كسرينها هاي لازم 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 يعالجوها لانه هاي بتعود لحضاره هاي تعال شوف الصليب ابو علي قرب وصلهم اياه شوف الصليب اشاره حقيقيه منحوته نحت بدقه حجر بازلتي اسود حجر بازلتي اسود شوف هون كيف الحجاره اخوان منحوته هاي كلياتها للاسف للاسف يا اخوان انكسروا ومخربوا لانه ما في ناس عارفه تشتغل صح وما في ناس عندها خبره لحتى تحافظ على هاي الاشارات وتحافظ على هذا التراث وتحافظ على الحضاره هاي اللي بتسوى ملايين الدنيا واللي فيها مش شرط المال ومش شرط الكذا لا احنا بدنا نحافظ عليها لانه هاي عن جد بتسوى ملايين يا اخوان منطقه جميله زي هيك مخربينها ومكسرينها مش عارف شو بدي احكي لكم راح نكمل معنا يا اخوان راح تكملوا معنا في هناك يوجد بئرين يوجد في بئر وفي بئر ثاني عليه اشارات كمان جميله ورائعه راح نورجيكم اياها هلا بناك يا حبيبي حبيبي ابو شهم طبعا يا اخوان راح نورجيكم هسه فسيفساء تحت الارض يوجد فسيفساء تحت الارض كمان ما حدا مهتم فيها يا اخوان شوف يا احمد العلي في غد اوضح لك ابو وين ورا اوضح شوف شوف فسيفساء هاي قديش قاعد يشتغلوا فيها قديش تعبوا عليها قديش كلفتهم هاي الفسيفساء طلع يا اخوان تحت التراب غد اوضح تحت التراب يا اخوان شفت هون هاي هاي شوف يا اخوان شوف يا اخوان هذا انبنى حجر حجر لون لون شوف الحجار هذا الحجر مش موجود من هون مش موجود من الاراضي هاي شوفوا يا اخوان شوفوا هاي الحجار حرام طلع مكسر ومخرب شيء عجيب يا اخوان لانه هذا غشم غشم يا اخوان الناس اللي كان هون تخرب غشيم ما بتعرف ما عندها شوفوا هون عندنا اشاره هون هاي اللي بحكي عنها انا هي في ناس بتحكي عنها سيال بس انا بحكي عنها ضربه سيف لانه زي المضروبه ضرب تمام هاي اشارات داله يا اخوان واشارات تثبيت المناطق اللي الاثريه هون يا اخوان كمان تعالوا نجيهم البير شوفوا البئر هذا يا اخوان بئر جميل ورائع وايضا هنا يوجد بئر تعال شوفوا اخوان هاي بيار بيزنطيه بيار بيزنطيه شوفوا جماليه بس هون حرام خربينها شوفوا كيف هون مكسرينها يا اخي بدك تشتغل اشتغل بس لا تخرب لا تكسر لا تكسر هون هاي اشاره مستطيل هاي دلاله على قبر هاي دلاله على قبر يا اخوان اشاره المستطيل دلاله على قبر مثل التابوت يعني نفس القبر لما انت بدك تحفر قبر هاي الاشاره نفس القبر يعني هاي كان يستخدموها للقبور يعني اشارات للقبور للدفائن كل الاحترام والتقدير لكم جميعا اخواتي وحبايبي لا تنسونا يا اخوان الذهاب الى قناه اخونا احمد العلي اللي هي خفايا العالم الاخر متابعته اللي بعزنها الله يسعدك ولا تنسوا قناه اخونا ايهاب الحراني المغامر ايهاب الحراني على اليوتيوب تابعوه وراح تستفيدوا منهم الاثنين ها راح تستفيدوا لسه في عندهم اشياء كمان مرعبه ورائعه مش بس انا الحمد لله كل الاحترام والتقدير لكم جميعا بشوفكم على خير والسلام عليكم.